طيب هنتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم في مباراه امبارح. طبعا لازم نتكلم مع حضراتكم في مباراه الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي برباعيه مقابل شيء. دنيا قامت ما قعدتش من بعد يوم الخميس وتعادل النادي الاهلي مع نادي بيراميدز. طيب او انا اسف، بيراميدز تعادل مع النادي الاهلي في الثواني الاخيره من عمر المباراه. كل الناس اتكلمت اصل محمد الشناوي ده كذا وبيغلط. ما هو يا جماعه على فكره عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، كره القدم اللاعبين الكبار في كره القدم احنا معترفين الاول قبل ما اتكلم في اي شيء، احنا معترفين ان محمد الشناوي اخطا. طبعا اخطا وهو معترف بكده على فكره وهو عارف كده كويس جدا، ولكن اللاعبين الكبار عندما يخطئوا بيقفوا بسرعه ازاي؟ هذه هي الحكايه وهذا هو النادي الاهلي. انا كل شويه هروح للنادي الاهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني، هذا اللي هو الفارق ما بين شخصيه كابتن النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي عن اي لاعب اخر. محمد الشناوي اخطا خطا كلف الفريق نقطتين في مباراه بيراميدز اليوم الخميس اللي فات. في مباراه امبارح محمد الشناوي بدا المباراه وكان وقام بدوره على اكمل وجه، واستطاع النادي الاهلي ان يفوز برباعيه مقابل لا شيء. الحقيقه في مباراه رائعه هتكلم عنها كتير خلال الفتره اللي جايه، ولكن زي ما بقول لحضراتكم محمد الشناوي اخطا وقف على رجله، الخميس اخطا، الجمعه وقف على رجله، السبت اتمرن، الحد لعب المباراه. حتى في دي حضراتكم او مش حضراتكم طبعا، بعض من لا يشجع النادي الاهلي راحوا للنقطه او راحوا دايما يقول لك ايه، حصل مشكله كبيره جدا ما بين محمد الشناوي ومحمد شريف على اعتبار. وخدوا بال حضراتكم من الكلام اللي انا بقوله لانه الناس بتاخد كلامي وبتحرفه، الناس بتقول ان انا بقعد انتقد ده. لا الحقيقه ده مش صحيح، ده مش صحيح، وهقول لحضراتكم ليه كمان شويه. ولكن اذا كان حصل هذا الكلام ما بين محمد الشناوي ومحمد شريف فده طبيعي على فكره، طبيعي جدا ان تحصل مشادات في اي فريق في العالم، مش في النادي الاهلي بس، اي فريق في العالم مفيش مشكله ان تحصل فيه مشاده ما بين كابتن الفريق ولاعب اخر او لاعب نجم في الفريق وكابتن، عادي جدا بتحصل، طبيعي جدا. هو على فكره ده مش اقرار ان حصل لانه ما حصلش، خليني اقول لحضراتكم الموضوع ان ده ما حصلش اساسا، ولكن حتى لو حصل ايه المشكله يعني ايه اللي حصل يعني ان محمد الشريف ومحمد الشناوي يعني يقول لك ايه محمد الشناوي مثبت في ازازه الميه، تلاقي محمد شريف مثبت في ازازه الميه، الشناوي عيني نفسه يشرب فمش عايز يديها له. ممكن بقى نوصل ان احنا نتكلم بهذه الطريقه الفجه جدا يعني. ولكن مره اخرى على اعتبار ان لو ده حصل ما يحصل، اتنين زمايل شدوا مع بعض، ده ما حصلش على فكره، بس انا بقول لو حصل ان ده بيحصل مستقبلا او ممكن يحصل عادي جدا في اي فريق في العالم كله، في العالم كله بيحصل هذا الموضوع. اتنين شدوا مع اتنين زمايل شدوا مع بعض، طلعوا من الاوضه سلموا على بعض، معلش كنت متنرفز، بتحصل في الملعب تمرين عادي، شكرا شكرا سلام، نزلنا الملعب، الشناوي قام بدوره، محمد شريف قام بدوره، شكرا، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. لكن بقى قيل وقال وحكاوي وشغل وكلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، خلاص انتوا حرين. وطبعا الكلام ده انا بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، زي ما حضراتكم عايزين، انتوا حرين، قولوا اللي انتوا عايزينه، احنا هنفضل ماشيين في طريقنا، عايزين نكسب مبارياتنا القادمه، تعادلنا مباراه وكسبنا الثانيه، عندنا مباراه يوم الخميس القادم، هنفكر في مباراه يوم الخميس القادم، وبعد كده هنفكر في المباراه اللي بعدها، هل هتتلعب ولا مش هتتلعب، ايه اللي هيحصل، هنشوف في هذا الموضوع خلال الفتره القادمه.